السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا معايا هاد لا فيديو. اليوم ان شاء الله غنبدا معكم هاد لا فيديو، يعني من ورا الغداء. كما كتشوفوا هنايا تغدينا كنجمع في الطبله، وقلت ان شاء الله هاد العشيه الصراحه قنطنا، ما نكذبوا على الله قنطنا. قلت غير كنصايب شي حاجه. المهم انا كنفكرت غندير واحد الحرشه ونوجد الكوتي ديالو، نطلعوا هكا للسطح نسيقوه ونقادو هكا ونبدلو هكا شويه الجو. بالنسبه لهنايا البنات، انا راه ضروري من بعد ما كنتغداو كندوز جفاف واخا ناشف. كما كتشوفوا هاد الجفاف الصراحه كينفعني بزاف، كيخلي ليا الدنيا نقيه. ومهم في نفس الوقت البنات، راني هكا درت الماكينه ديال الصابون حتى هي، قلت غنطلع للسطح، اللهم نطلع معايا حتى الحوايج. المهم غتشاركوا معايا ان شاء الله هاد العشيه، وكنتمنى انها تعجبكم باذن الله، ونمشيو نوجدوا الكوت. المهم غنبدا معكم الحرشه ديالنا، وغن في نفس الوقت غنذكر المقادير. المهم هنايا عندي بيضه، غنضيف ليها هنايا يعني نص كاس، يعني نص كاس ديال سنيده، يعني ما واصلش نص كاس ديال سنيده كما كتشوفوا. غنضيف هنايا واحد الفاني، واحد قبيصه ديال الملحه. صراحه كتجي هاد الحريشه ساهله وزوينه دغيا كتوجد. غنضيف هنا عندي نص كاس ديال السنيده، يعني ديال الزيت، ما واصلش نص كاس، يعني اقل من نص كاس ديال الزيت. ودائما كما كنقول لكم البنات، عباره بالكاس ديال العنبه. غنضيف هنايا عندي واحد هكا يوغورت ديال النكهه ديال البنان، تقدروا تاخذوا نكهه الفاني، يعني هذا هو اللي كان عندي في الثلاجه، هو اللي درت. وعندي هنايا القشور ديال الحامض. المهم هاد القشور البنات هو اللي يعني من التحضير اللي كنت درت به المركز ديال الحامض، يعني القشور ديالو كنت احتفظت بهم، هما هادو. تقدروا هكا تحطوا غير قشور ديال حامضه ولا قشور ديال البرتقاله، يعني بحال. وبالنسبه لهنايا الحليب، عندي كاس ما عامرش كما كتشوفوا ديال الحليب. عندي هنايا واحد المعلقه ديال الحليب بودره كما كتشوفوا، تقدروا انكم تستغناو عليها ماشي بالضروري. وعندي هنايا واحد جوج معالق هكا ديال الكوك، يعني الكوك كيعطي واحد النكهه زوينه من الحرش ديالنا. صافي، وغنبدا نضيف هنايا. عندي بالنسبه للسميده، السميده ديال الحلوه كما كتشوفوا، عندي واحد الرابعه يعني 250 غرام. يعني هنايا ما نديرهاش كامله، تقريبا بقى ليا منها واحد نص كاس كما كتشوفوا. صافي، وهنايا عرفنا نديرو الخميره. عندي هنايا خميره وحده من فئه 8 غرام، هي اللي غنديرو في اخر مرحله. صراحه دغيا دغيا كتوجد.
يعني كما شفتوا رابعه راه ما درتهاش كامله، وبعض المرات كندير رابعه كامله يعني على حسب السميده واش كتشرب ولا لا. صافي هنايا غناخذ المول اللي غندخلها فين اللي غندخلو الفران. هنايا دهنته بالزبده ورشيتو هكا بالسميده. صافي وغندخلها هكا الفران طيب، نشعل عليها من التحت يعني حتى تطيب، ونشعل عليها من الفوق باش تحمر، ونتلاقاو من بعد ما طيب. صافي هنايا من بعد ما طابت ليا غندهنها بكاب الكونفيتير، يعني يمكن لكم انكم ديروها باش ما بغيتو تدهنوها باش ما بغيتو يبقى العسالية، يعني على حساب متوفر. صافي وغنزين هكا بشويه الكوك. وبالنسبه لك التزيين حتى هو كما قلت لكم كيبقى اختياري، تقدروا ديروا هكا اللوز مهرمش، تقدروا ديروا كاوكاو، يعني المتوفر. ومن عندي هنا توفر عندي الكوك، درت الكوك ومن هنا قطعت واحد الطريف الصراحه. شوف كي تجي للداخل كتجي رائعه، كنتمنى انكم تجربوها. هنا خديت هاد الكسرونه غندير فيها شويه القليه، ندير ليهم شويه القليه هكا. صافي دابا نغطي عليها. وصافي جوجت الكوتي ديالي والماكينه حتى هي سكتات، نطلع معايا هكا الحويجات للسطح نشرهم. هي الصراحه من الاحسن يعني في الصيف الانسان يصبن هكا في العشيه باش يبقاو لي الحويجات في اللون ديالهم وما يشهالوش، يعني ما يعني اللون ديالهم ما يتغيرش يعني يبهات. ايوا هادشي اللي كاين ان شاء الله تبقاو معايا. صافي هنايا كما كتشوفوا طلعت هكا للسطح باش هكا باش نصيفو، كنعمر في الماء كما كتعرفوا السطح ضروري كيكون مغبر. طيب من كتب عليكم البنات شحال تيعجبني انا التصياق والماء في الحال سخون، عرفتي كتبرد. المهم كما قلت لكم انايا غنصيقو هكا باش ملي طلعوا ان شاء الله وليداتي يعني من تكون الدنيا نقيه ينقزوا ويلعبوا على خاطرهم، وهكا نبدلوا شويه الجو. الصراحه كما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو قنطنا بزاف والله العظيم. المهم نحاول هكا بابسط الاشياء كل انسان يبدل شويه الجو وهكا يحاول انه يتاقلم مع هاد الوضعيه اللي فيها، وكنطلبوا من الله يا رب يرفع علينا هاد الوباء، وكما كنقول لكم جميع الفيديوهات ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه. ان الصراحه شحال من نعمه عندنا والله ما عارفين بقيمتها والله، حتى تنفقدوها حتى كنحسوا بها. ايوا هادشي اللي كاين البنات، كنتمنى يا ربي زعما في اقرب يعني في اقرب وقت يعني يحيد علينا هاد الوباء ونرجعوا يعني ونمارسوا حياتنا الطبيعيه كما هي. صافي هنايا غنفرش التسريح هكا فاش فين نجلسوا عليه، التسريح دايرينو على السطح صراحه كينفعنا، ولا هكا في الخارجات كندوا معانا. المهم نبدلوا شويه الجو كما قلت لكم، ونشطوا شويه الوليدات يلعبوا، يعني السطح تيكون كبير ماشي بحال الدار يعني كيتحبس مساكن. صافي البنات هنايا طلعت هكا الصابون ديالي ونشرته كما كتشوفوا. انا كيعجبني الصراحه الصابون ديال العشيه حقاش هكا يعني ما كتضربش فيه الشمس وما كيبهاتوش الحويجات. وصافي الكليسه ديالنا المهم على قد الحال وصافي. المهم اهم حاجه هو اننا نبدلو الجو ونفرحوا الوليدات ويلعبوا. هادشي ولادي راه فرحانين مساكن مقدام فرحه لانه صراحه قنطوا والله، والكوتي ديالنا هو هذا صراحه الحرشه جات.
كما قلت لكم الحرشة جات زوينة بزاف، نتمنى انكم تجربوها. المهم قلت يعني خفيف ظريف، قضيته بالموجود ودرت لهم شويه القليه، وكان شويه البسكوي والخبز والفرماج الزيتون، وهذيك البواطه ديال هذوك المملحات كتعجب الدراري. صافي وهنا يد ولادي مساكن بقاو تيلعبوا وعجبهم الحال. الصراحه دوزنا واحد العشيه اللي زوينه. صافي سلمان ولدها هبط معاه. الصراحه دوزنا واحد العشيه اللي زوينه بزاف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وما بقى لي الا نودعكم. تلاقاو ان شاء الله فيديو جديد باذن الله. Oh, 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 oh.